بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الجمهوري. الحمد لله، الحمد لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من الأحياء لندرك رمضان. الحضور الكرام، مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قاعة المؤتمرات الكبرى بالأزهر الشريف بمدينة نصر بمحافظة القاهرة في مساء هذا اليوم 29 من شهر شعبان من عام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق ل 2024 من الميلاد. لنستطلع معكم الليلة على الهواء مباشرة شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وإذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة هلال شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهر المنح والعطايا، شهر الفوز بالثواب، شهر مغفرة الذنوب. شهر رمضان فيه الجنان تفتح أبوابها وتقول أين الصائمون ليخلدوا، فيه يتجالس في الله حبا فرعوا به حاسدا. وأدعو الله تبارك وتعالى ببركة قدوم هذا الشهر أن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطب، وأن يوفق الله قائد مسيرتنا إلى ما فيه الخير. يحضر هذا الحفل معالي السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبا عن فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وسدد خطاه، ومعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبا عن دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب. ويحضر
صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والسيد اللواء أركان حرب ياسر الأسريجي نائباً عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وسماحة السيد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والسادة أصحاب المعالي وكلاء وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذي يضيف الجميع. نستقبل شهر رمضان بكل سرور، ونحمد الله أن جعلنا من الأحياء لندرك هذا الشهر. نستقبله بتوبة نصوح، نستقبله بالتكافل وبالتعايش، ونستقبله بالتوسعة على الفقراء وبالذكر وبالتسبيح وبالتهليل وبالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. خير مستفتح لهذا اللقاء القرآن الكريم. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر، الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شاء
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي شميس هنا في مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة القاهرة. نستقبل رمضان بالفرحة وبالسعادة، ونأخذ العبرة من رمضان بأن نساعد في بناء مصر، وأن نترك الكسل إلى العمل واليأس إلى الأمل، وأن نجد ونجتهد كل في موقعه. أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأن يجعلها واحة للأمن نستقبل رمضان وأن نكون على قلب رجل واحد من أجل مصر. الآن نترقب مع حضراتكم مولد هذا الشهر الكريم من خلال بيان دار الإفتاء المصرية، والذي يتفضل بإلقائه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مضيف الجميع. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معالي السيد خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن دولة السيد رئيس مجلس الوزراء العدل،
صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مفتي الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، سماحة السيد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أصحاب المعالي السادة الوزراء والمحافظون، أصحاب المعالي وكلاء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، السادة رجال القضاء المري الشامخ ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا، أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، السادة رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال، سيادة اللواء ياسر عبد العزيز نائبا عن معالي وزير الدفاع، السادة سفراء الدول العربية والإسلامية، السادة رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية والعلماء والأجلاء، السادة الحضور الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فأهلا ومرحبا بكم في احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، ذلكم الشهر الذي فرض الله سبحانه وتعالى علينا صومه وندبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقيام ليله، كنا موسما سنويا تقبل الأمة فيه على ربها، تقبل تبتلا إليه وطمعا في رضوانه عز وجل، فالعبادة فيه أجورها مضاعفة والأعمال فيه فضائلها مترادفة. وفي ذلكم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفلت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وامتثالا لأمر الشرع الشريف بتحري أول شهر رمضان وذلك برؤية الهلال بعد غروب شمس 29 من شعبان، حيث قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وتنفيذا لهذا الأمر الشرعي استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك 445 من وفى صلى الله عليه وسلم، بعد غروب شمس يوم الأحد 29 من شهر شعبان الموافق 10 من شهر مارس لعام 2024، بواسطة استطلعت الدار هلال هذا الشهر الفضيل بواسطة لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية الصحيحة ثبوت رؤية هلال رمضان المبارك لعام 445
هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 10 من شهر مارس عام 2000 من الميلاد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1445، وأن يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، راجين من المولى سبحانه وتعالى لسيادته، راجين دوام الصحة والعافية، وأن يمده الله سبحانه وتعالى بتوفيقه، وأن يحقق ما يرجوه ويسعى إليه من ريادة مصر ورفعة رايتها وزيادة استقرارها ونهضتها. كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأزمان المباركة بالأمن والإيمان والسلم والإسلام واليمن والخير والبركات، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل القوة والنشاط والجد والاجتهاد، وأن يتقبله منا جميعا. كما ندعوه عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير وفتح ونصر وبركة على مصر وعلى شعبها وعلى العالم أجمع، إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا واستمعنا إلى بيان دار الإفتاء المصرية والذي ألقاه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذي يضيف الجميع. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما أدعوه أن يخرجنا منه بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وأن يجعلنا الله وإياكم من أهل ليلة القدر. كما بدأنا بالقرآن الكريم نختتم بخير الكلام وأطيبه وأحسن الآي وأوثقه، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.